إن شاء الله راح نتكلم عن بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن في أمراض الكلى وعضو الكلى. طبعا تقل وظائف الكلى الإخراجية مع تقدم السن، مما يؤدي إلى خلل في نظام توازن السوائل. أيضا فيصبح المسن يعني عرضة للإصابة بنوع من أنواع الجفاف في جسمه. أيضا كما يقل حجم وسيعة المثانة وتقل يعني مرونتها، فتزداد عدد مرات التبول مثلا أو تقل، مما يؤدي إلى بعض التغيرات الفسيولوجية. أيضا إلى يعني ممكن تسبب زيادة عدد مرات التبول ليلا. أما فقدان التحكم بالبول فهو طبعا ليس من أعراض تقدم السن. ممكن تسبب ضعف العضلات الموجودة في القضيب أو في الأعصاب الموجودة في الجهاز البولي، إلى ضعف في التبول عند كبار السن. بس هذا يعني حالة ما نقول نادرة، بس هي موجودة عند كبار السن. بس يعني راح نتكلم عنها في موضوع آخر، عن علاقة الأعصاب في جهاز المثانة إن شاء الله. من الضروري استشارة الطبيب إلى أي تغير ولو بسيط في عملية التبول عند كبار السن. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.